عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم فطائر بعجينة اللي هي سهلة وسريعة وبدون دلك، وكذلك الحشوة اللي هي بسيطة واقتصادية. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الآخر، وقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوا تشجعوني بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب باش تعمل فائدة إن شاء الله. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. لهذا العجين غادي نحتاج نص كيلو ديال دقيق الفرص، واحد الخمارة كيماوية أو بيكنج باودر، ملعقة ديال سكر سنيدة أو سكر خشن، الملح، وعندي هنا كاس مخلط بالزبدة مدوبة والزيت، يعني نص كاس زبدة مدوبة ونص كاس ديال الزيت، والماء بارد باش غنجمعو العجين. نبداو على بركة الله. خديت الفرص، نضيف عليه الملح، سنيدة، واحد الخمارة، وعندي هنا قلنا نص كاس ديال الزبدة مدوبة ونص كاس ديال الزيت. بالنسبة لهاد العجين ما غتحتاجش الدلك، فقط اننا غادي نجمعوها صافي. على ما كندخل هاد الزبدة والزيت في الدقيق ديالي، على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، غادي نجمع العجين بالماء بارد حيت هاد العجينه هادي ما كتحتاجش تخمر. نحاول نشوف هاد العجينه تكون مرخوفه. دائما العجينه اللي ما كتحتاجش الدلك خصها تكون شي شويش مرخوفه. فهين جمعوها، غنغطي العجين ديالي فيلم اليمونتير ونخليها ترتاح واحد 20 دقيقة، وندوز نحضر معكم الحشوة اللي غادي نعمرو بها هاد الفطائر. بالنسبة للحشوة عندي هنا بصلة بيضة مشلطة كبيرة، فلفلة صفراء مقطعة مربعات صغار، فلفلة حمراء تا هي قطعتها مربعات صغار، الزيتون خضر مقطع، طون ديال الزيت اللي سبقت لي وحيدت له الزيت، الفرماج محكوك، يمكن لكم تستعملوا اي فرماج بغيتو، انا عندي هنا الفرماج الاحمر. وهنا عندي لاصوص ديال البيتزا، هاد لاصوص اللي سبق لي وحضرتها معكم فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. عملت هنا شويه ديال الزيت في المقله، وغندوز نشحر البصيله. لا هنا هنا عندي الفلفله باللوان، عندي فلفله حمراء فلفله صفراء، غادي نشحر هاد الفلفله مع البصله حتى يهبطوا. بالنسبه للتوابل نسيت ما تصفهمش المكونات، عندي هنا ملحه، شويه ديال الابزار، وغنضيف كذلك واحد شويش ديال التحميره او البابريكا. صافي نخلي الخضيره ديالي حتى تهبط. صافي الفليفله هي طابت مع هاد البصله ونشفت تماما من الماء كما كتشوفوا. دابا غادي نطفي عليها النار ونخليها تبرد. من بعد ما ارتاحت العجين ديالي مزيان درت شويه الدقيق وبديت كنطلقها. غادي نطلقها بشكل طولي، هي راه ما كتلصقش يعني ما نحتاجوش نعملو لها بزاف ديال الدقيق. العجين ديالي انا طلقته كما كتشوفوا بشكل طولي، هذا هو السمك ديالها
تجي على هذا الشكل هذا. نحاولوا ننقوها. غادي ندوز ندهن العجين ديالي بلاصوص طوماط. هاد لاصوص راه غتلقاوها في صندوق الوصف، فايت لي واحد درتها معاكم فيديو سابق. غندهن على هذا الشكل هذا بحال الطريقه اللي كنعمروا بها البيتزا، ساهله وما كتاخذناش بزاف ديال الوقت. هكذا صافي على هذا الشكل. دابا غنوزع هاد البصيله والفله اللي حضرت معاكم، نحاول نوزعها على هاد العجين اللي عندي كامل. طريقه سهله قلت لكم بحال اللي كنعمروا البيتزا تماما. دابا غادي نعمل الطون. هاد الطون عندي ديال الزيت ونشفته مزيان الزيت اللي فيه، ونحاول نوزعو حتى هو بنفس الطريقه. هادي شنو فرماج البارح ساليتو كامل. الفيديو مهم كيصور. هنا بالنسبه للحشوه يمكن لكم تعملوا اللي عندكم اللي متواجد عندكم في البيت. يمكن لكم تعملوا الكفته في عطون، يمكن لكم تعملوا خضار، يمكن لكم تعملوا الكاشير، البيض المسلوق، المهم اللي عندكم في الدار. دابا غادي نعمل هنايا الزيتون مقطع هي واحد شويه صافي. وفي الاخير غنجيب داك الفرماج اللي عندي محكوك، وفي الاخير غنجيب داك الفرماج محكوك وحتى هو غنحاول نوزعو. صافي دابا غادي نبداو كنلويو بالعجين ديالنا على هذا الشكل، هي بشويش غنطويوها الطويه الاولى هكذا، نحاولوا نقادوها ونطويوها طويه ثانيه هكذا، نحاولوا نجيبوها مقاده صافي على هذا الشكل. جوج طويات كنجيبو هذه القطعه ديال البيتزا وكنقطعو هكذا، كيصبح عندنا هاد الشريط. خديت البلاطو اللي غندخل الفران، عملت عليه بابي كويسو، وغادي نبدا كنقطع هكذا ونحط في البلاطو ديالي. الطريقة كيما شفتو معايا راه هي ساهلة، وكتقطعوا يعني القياس اللي بغيتوا، واش بغيتوهم كبار ولا صغار ولا متوسطين. وكنبدا كنستفهم الصحن اللي غادي ندخل الفران. هكذا كنستفوهم مباشرة في البلاطو اللي غادي ندخل الفران. انا غنكمل بنفس الطريقة حتى نسالي هاد الكمية ديال العجين اللي عندي.
خديت بيضه غنضربها مع شويه ديال الصوجا، غندهن الوجه ديال الفطائر ديالي. بالنسبه لهاد الفطائر اللي زوين فيهم يعني ما كنخليهم لا يخمروا لا والو، يعني مباشره بعد ما كنصوبوهم كندخلوهم للفران، يعني ما كيحتاجوش الوقت بزاف. دابا غادي نزينهم بشويش ديال الزنجلان او السمسم. بالنسبه للتزيين كما كنقول لكم دائما كيبقى اختياري، يمكن لكم تعملوا حبه البركه، تعملوا الخشخاش او البافو، يعني عندكم الاختيار تزيين. ويمكن لكم كذلك انكم تخليهم فقط على هذا الشكل هذا. انا هنا فضلت انني نزينهم بشويش ديال الزنجلان او السمسم. الفران ديالي راني سخنته على 180 درجه، غادي ندخل الفطائر ديالي يتحمروا مزيان ومن التحت ومن الفوق، ونرجع عندكم مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران. كما كتشوفوا كيجيو محمرين وكتجي داك الحشوه من الداخل رائعه على هذا الشكل هذا، يعني بحال اللي كتجي طبقات. نتمنى من الله الفكره ديالهم تكون عجبتكم، و الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش ملي لايك، وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم الزوينه اللي كتشجعني دائما وتخليني نزيد الامام. و الى كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي اشتركوا معايا في القناه بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وكذلك تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده ان شاء الله. ودابا ما بقى لي الا نودعكم، والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.